احنا دايما في النادي الاهلي بيهتم بالناشئين، عارفين الدليل ايه؟ الدليل مجموعة كبيرة جدا من الاسماء اللي انا قلتها في ال 22 لاعب كلهم من ناشئين النادي الاهلي، كلهم من طلعوا من تحت ايد الكابتن عادل طعيمة والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن شريف عبد المنعم، هم دول اللي طلعوا الاجيال دي. وطبعا وكباتن كبار موجودين ما زالوا في النادي الاهلي او مش موجودين، ولكن الاسماء اللي انا بقولها دي فيها اسماء كتيره جدا جدا من ناشئين النادي الاهلي. ولكن لما اجي اتكلم على ناشئ لازم يعرف ان هو لسه ناشئ، لسه صغير، لسه يعني ده قلم، لا مش بالقلم ده، ده بقلم رصاص، قلم رصاص. مجهودك وان انت تلعب باسم النادي الاهلي وبروح فانيله النادي الاهلي هو اللي هيخلي الجمهور يحبك، هو اللي هيخلينا نكتبك بالقلم الجاف. مش معنى ان اي حد يطلع يتكلم على ناشئ ان هو يبقى لعيب كويس، لعيب كويس الكل اشاد بيه. العربي بدر النهارده الكابتن عادل عبد الرحمن هيكلمنا شويه عن هذا الموضوع، لعيب كويس. هو ده العربي بدر، ناشئ النادي الاهلي من مواليد 2001 زي ما حضراتكم شايفين، شكله صغير بسم الله ما شاء الله، ربنا يديله الصحة إن شاء الله في المباريات خلال الفترة القادمة. اللي عايز أقوله برضو احنا بنتكلم عنه ولكن عادي، احنا بنقول ان العربي بدر لعيب كويس وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده ممكن ما يحصلش وممكن يحصل. ازاي؟ مجهود اللاعب نفسه، اللاعب نفسه يعمل ايه جوه الملعب علشان يوصل يبقى زي حسام عاشور مثلا، زي احمد فتحي مثلا، زي من قبلهم الحقيقه شوقي، مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان. مجهود بس هو اللي هيخليك تعمل كده، وتنفيذ الامور الفنيه جوه الملعب اللي بيقولها لك المدير الفني، لكن التنطيط بقى هتتنطط وهتعمل والكلام ده كله ده ما بيحصلش انا عارف داخل النادي الاهلي. ولكن البعض بيقول ان احنا عشان بنتكلم عن الناشئين فلا، احنا بنتكلم عن الناشئين لانهم يستحقوا ان احنا نتكلم عنهم، بنتكلم عن الناشئين لان عندنا نجوم كبيره جدا هم اللي طلعوا الناشئين دول، هم اللي عملوا الناشئين دول. مجموعه الناشئين اللي موجوده في النادي الاهلي هم القاعده الرئيسيه في الفريق الاول، وهم اللي هيبقوا الخلف القادم في بعد مجموعه اللاعبين الكبار في السن مثلا لما يبطلوا او يعتزلوا. فلعيب كويس نتمنى له الاستمراريه وان هو يعرف ان هو بيلعب باسم النادي الاهلي وليس باسم اي نادي اخر.